كلمني بقى عن نقلة ان انت من واحد ما عندكش جينات وانت خلاص بقيت موثق من دكتور ان انت فعلا ما عندكش جينات ان انت تبقى بطل، لواحد هيتشينج القضية كلها ويقول للدكتور انت غلطان انا هبقى بطل. عملت كده ازاي وانت اوريدي كان عندك المرجعية من دكتور ان يقولك لا ما ينفعش؟ انت عملتها ازاي؟ هوى اراء الناس ملهاش اي علاقة بيك. واقول لك حاجة كمان، كلام الناس حتى دلوقتي ملوش اي علاقة بيا. انا ما عنديش حق على اي حد يتكلم عني سواء بطريقة كويسة او بطريقة وحشة. كل واحد حر يقول اللي هو عاوزه. في الاول وفي الاخر انا عارف انا عايز ايه، وانا عارف لو هعرف اوصل له ولا لا. فده كان بالنسبة لك يعني كلام الدكتور ما كانش معني قوي. انت فاكر كان دكتور بس، كانت لعيبة كمال اجسام كتير. ابطال مصر، ابطال مصر كان بيتريقوا عليا. طب انا فاكر كان عندي تصوير مع اولريتش. تعرفه؟ طبعا مصور، عارفه صور اغلب المصريين. لما دخلت الاوضه انا كنت لسه كاتب بطوله الجامعات في الوزن ال 75 كيلو. فحسيت ان انا بقيت ايه، بقى اسمي بودي بيلدر شويه. دخلت الاوضه كان في ابطال قاعدين. اول حاجه اول واحد قالها، انت موديل فيتنس موديل. دي زي ما تقول ايه، كسرت حته من البسكوته، انت فاهم؟ اللي هو انا حتى لغايه بعد ما انجزت اللي انا عملته برضه لسه. بس هوا اراء بتعدي من هنا وتطلع من هنا. طيب خدت القرار ان انت تاخد شنطه هدومك وتاخد مراتك وتتجه على دوله. اختيارك للدوله كان جزء من بناء على ايه؟ ان مراتي اهلها كانوا هنا، كانوا في كندا. في كندا، فهي كانت عايزه تربي عيالنا هنا. فده خلاص بقى كان بس القرار يعني انت هتروح كندا. طيب انت وانت طالع، انت خريج جامعه امريكيه، مش عارف اسالك السؤال ده، بس اكيد انت كان الانجليش بتاعك كويس اكيد يعني. الانجليش بتاعي كان كويس قبل ما اخش الجامعه الامريكيه. لان انت اوريدي يعني تعليمك كان تعليم كويس. مالش لا 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 مش كان ليا دعوه بيا انا. انا ما كنت بحب اتفرج على حاجات انجليش كتير قوي من وانا صغير. النينجا، السلاحف النينجا بتفرج عليها بالانجليزي. باتمان بتفرج عليه بالانجليزي. قلت لك انا كنت بعمل كوميكس وبقرا كوميكس كتير. فهي القرايه وال النشاه بتاعت الحاجات هي اللي خلتني. اما بقى بالنسبه للاكسنت نفسها، فكنت انا دايما، ودي كان فيها على فكره برضو حاجه سلبيه، ان برضو الطلاب في المدرسه بيتريقوا عليا لما اجي اعمل ريدنج في الفصل. لما بحاول تقرب من الاكسنت بتاعت المفروض صحيحه يعني دايما كانوا بيتريقوا عليا. بس زي ما قلت لك هوا، وده بارت اوف لايف يعني. انت بص، انت كل ما اهدافك بتبقى ابعد كل ما هتلاقي مطبات اكتر. كل ما الديستنيشن او المكان اللي انت عايز توصل له ابعد، كل ما الطريق هيكون اطول، ولما الطريق اطول يبقى فيه مشاكل وفي بامبس اكتر. وصلت كندا، تتكلم انجليزي، معاك مراتك تسبورت شويه وهي واهلها، بدات حياتك ازاي وانت عربي جوه كندا؟ هنا بقى كانت المصيبه. اديني بقى. انا عايز كده بقى، اديني في المصايب. ان انا كنت في كيباك. اوكي. مدينه فرنسويه. تمام. وكله فرنش، وانا يا سيدي ما بتكلمش كلمه فرنساوي طبعا. ماشي. فانا طبعا رايح، وانا فاكر انا كنت رايح بامل حياه جديده. هيجي لي شغل على طول. الواقع ده ما فيش اصلا شهاده هندسه، دي ما بتعمل لكش حاجه بره. انا خريج سياسه واقتصاد وما كانش ليها قيمه في فنلندا يعني. خالص. اوكي. طيب ما فيش، مش هبقى مهندس. ماشي اوكي، نشتغل في اي سبلمنت مكان لا نشتغل ترينر في جيم يعني. لازم شهاده. رحت الجيم وقدمت. فين الفرنش بتاعك؟ انجلش بس. هنكلمك بالظبط. خلاص الموضوع طيب ماشي. يبقى اشتغل في محل سبلمنتس، ابيع سبلمنتس. برضه محتاج فرنش. عندك فرنش؟ ما عنديش فرنش. طبعا انا اقول لمراتي، يا ستي انت جبتيني هنا ليه؟ انت ما لقيتيش مكان غير كذا كذا كذا. نو جوب. عاوز بقى شغل؟ لازم تسافر. لا. او شغل. تتعلم فرنش طبعا. او تتعلم، بس دي هتاخد لها سنين. وانا اما اكل عيش لعيالي يا اما اتعلم فرنساوي. كان دو بوث. اشتغل بقى الشغلانات بقى اللي ايه، اللي مش محتاجه كلام. بالظبط. تمسح عربيات، تغسل مواعين، كلام من ده بقى. وطبعا لما بدات الموضوع ده قلت طيب انا دلوقتي ما وريش اي حاجه غير حاجه واحده بس،
ان انا اخش بطولة هنا. ده كان تحدي بقى يعني، انت كنت حتى انت خدت التحدي بالنسبة للعنصرية دي ممكن اقولها لك يعني كان فيها شرارة. بارت اه بارت شرارة. اوف ات، وجزء من التمرين الجاحد ان كان في جزء اللي هو طيب ماشي انا هوريك اه انا هوريك. هوريكو اه فعلا. وانا فاكر حتى كانت اول بطولة ليا، اتأهلت لبطولة كندا كلها بسبب توب فايف اخدته في بطولة عمان تبع الاي اف بي بي. كنت انا في عمان سنة اشتغلت قبل ما اروح كندا، اتخرجت رحت عمان رحت كندا قعدت فترة بس سنة، وانا في السنة دي في عمان اشتركت في بطولة اخدت رابع، خدت مركز رابع على انت خلاص كان بالنسبة لك ده كان كارير بقى لا خلاص. لا كان لسه هوبي ما بقاش كارير، لان انا كنت شغال في عمان سيلز في الهندسة، فانا لما رحت كندا انا كمان معايا اكسبيرينس بقى في بالظبط الجولف بقى، بالظبط بالظبط. اوعوا بقى فين الشغل. فطبعا رحت ومفيش الكلام ده، اوكي انا دلوقتي متأهل توب فايف. قلت لهم انا ممكن اخش بطولة ايه هنا، انا معيش فلوس، معيش فلوس ادفع بطولتين او ثلاث بطولات. كلمت واحد قال لي انت واخد بطولات ايه، قلت له كذا 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 بطولة الجامعات في مصر، قال لي لا ده ما. قلت له في اي انترناشونال شوز، قلت له في اي اف بي بي عمان ناشونال سلطنة اللي خدت مركز كام، قلت له رابع، قال لي رابع يور كواليفايد تو دو، انت مؤهل ان انت تعمل بطولة كندا كلها من اول مرة، دي هتبقى اول بطولة ليك. قال لي بس طبعا يعني احنا ما بننصحش ان واحد يعمل البطولة دي من اول مرة لان بطولة كبيرة جدا، وطبعا بقى السياسة اللي فيها وبتاع. وعربي بص انا ما اظنش، انا دايما بقول حاجة، دايما بقول اوكي ماشي، حتى نفترض انا مش بقول في عنصرية بس بقول نفترض لو في، لو انت مش جامد يبقى انت مش جامد. لا بس في ناس جامدة وبتتظلم برضه يعني، ما حالات قليلة لا جدا لا كتير كتير يا كابتن، انا بقعد معاهم كتير يعني، في ناس بتستحق مكاسب وبتتشال من حاجات كتيرة بسبب الموضوع ده يعني. في الغرب. احنا عندنا كام واحد في السنة دي احتراف خد مراكز، خد بطولات، كمالي الجرجاني خد ارنولد كلاسيك، انا فانكوفر برو، كان في واحد ايراني واخد برضو بطولة كسبها جعفر في المانس كلاسيك. بس هو جعفر يعني لو معهوش جنسية تانية غير إيران هو وقف خلاص، دنيته وقفت. اه هو دنيته دنيته اه وقفت دي خلاص. حقيقة زي ماشي. فطبعا تأهلت لبطولة كندا، قلت بص عارف انت اغنية امينيم you only have one chance، هي دي هي دي خلاص حياتي بقت، خد الدولار من هنا واصرفه هنا، no other choice. طب والبيت؟ ده بقى حتة بقى العذاب بقى، انت بشتغل كنت بمسح عربي اللي هو الكار واكسنج ده، وشغلانات بقى اوف، ده كان بتاعت التلي سيلز دي كانت حاجة بشعة يا اخي، في الشتاء تحت الصفر ب 28 ولا 30، خد اتوبيسين خد المترو وبعدين اجري ربع ساعة عشان تلحق تبقى في المكتب الساعة 8 الصبح عشان تعمل تلا سيلز، يعني تتكلم الناس تقعد تقرفها عشان تلاهو. تقفل تشتمك الاول وتقفل في وشك، وده كله بقى في تجهيزي، وبعدين ارجع البيت طفلين. فالموضوع بقى اتمرن امتى؟ بعد الشغل وانا بقى متدمر، يا دوبك تنام 5 ساعات وتعيد، وعلى كده مثلا 8 شهور بس كنت بقول ان انا هكسب بطولة كندا. كسبت بطولة كندا من اول مرة من أول مرة، من اول مرة دخلت رفعت على طول علم. هما كانوا حتى بيقولوا كان في زمان كان في الفورمز على ماسكولار ديفلوبمنت كده، موجودة. وكانت ناس بتقول this Egyptian guy saying he's gonna win، هيكسب قال من اول مرة، وكان في انطوان فيا ساعتها وبتاع، وقلت لهم I'm gonna win. وطبعا طلعت من هنا طلعت اشاعة ان انا مغرور وكل الكلام، بس ده مش حقيقي. لا ثواني هناخد فاصل ونرجع للغرور. خليني بقى انا في الحته دي اخش فيك انا شمال، انا اللي هخش فيك شمال. خش شمال يلا. لو احنا متفقين ان اللون ده اسود فهو اسود، ما ينفعش تيجي تقول لي اصل هو ايه الاسود ممكن يبقى مش عارف ايه، والناس سمتك شويه بالعنيف، ضرك كلاعب كمال اجسام ما ينفعش يقيم لعيب كمال اجسام لان هو زيه زيهم. لا بس انا مختلفه معاك في الحته دي. انت عارف في اولمبيا 2017 الناس كلها بتقول ايه؟